الفلوس. واحد فيفري 2017 بداية شهر طيب للجميع. توقيتنا الآن السبعة ستة عفوا وثمانية دقائق. أنتم بتتفرجوا فينا على نسمة لايف، تسمعوا فينا على مختلف الإذاعات الشريكة. مرحبا بكم، معكم حسن بالوعر مباشرة من استوديو خلي للقروي في موعد جديد من نسمة نيوز. واصل معكم مواكبتنا وأخبارنا لبداية من السبعة متاع الصباح. في بداية لقائنا نعود كالعادة للتعليق على مجموعة من الاستضافات والمواكبات اللي صارت اليوم على نسمة لايف. ضيفنا الأول سيكون السيد نور الدين بنتيشة، المستشار الأول لرئيس الجمهورية، لنفتح معه ملف مؤسسة الرئاسة. رئاسة الجمهورية اليوم بعد عامين من وصول الباجي قايد سبسي إلى قصر قرطاج، ما الذي تحقق من وعوده الانتخابية وما مصير القوانين اللي اقترحها أو دعمها رئيس الدولة؟ بعد مجلس السبعة نتاع العشية نعود على جديد القوانين المرورية في بلادنا، خاصة أن أسابيع تفصلنا على تطبيق القانون الجديد الخاص بإجبارية استعمال حزام الأمان داخل مناطق العمران. هل تساعد القوانين والإجراءات المرورية في الحد من نزيف الحوادث على طرقاتنا؟ وكالعادة فارغ كامل يرافقكم في المحارة والتعليق. زيد الهيني مساء الخير. سلوها لو سهلا. سعاد عبد الرحيم مساء الخير. أهلا بك عسل. خليفة بن سالم مساء الخير. سيد نور الدين بنتيشة المستشار الأول لرئيس الجمهورية مساء الخير وشكرا على قبول دعوتنا. مساء النور وشكرا على الاستضافة وتهانينا لكل العاملين والصحفيين والنبيل القروي بصفة خاصة على إنجازه لفكرة اللي كانت تتخامر في ذهنه عندها أكثر من سنتين واللي اليوم شافت النور وقاعدة تاخذ في رواج. إن شاء الله تقدم الإضافة الإعلامية المرجوة للتوانسة الكل. وإحنا في استوديو خليل القروي الله يرحمه وينعمه والله غالب ذاك حال الدنيا، وشكرا كما قلت لكم على الاستضافه. وجست ملاحظه الهيكله راهي تهنى اللي قدمها سي نور الدين بنتيشة النبي القروي، ما تطلبش منكم تعاودوا تبعثوا لنا جواب. جست ما تعرف يسمعوا اسمه يشوفوا تصويرته يعملوا رياكسيون هما يلوجوا حاطين التلفزه كما كل مسؤولين تو مسؤولين في بيرواتهم حاطين نسمه لايف. قول لك شنو قاعدين نسمع. على كل اليوم كما عودناكم نعود الى مجموعه من الاستضافات. سنعود الى استضافه صارت البارح في برنامج هات الصحيح، تابعوه يوميا من نص ربع الماضي ساعتين على قناه نسمه. البارح كان اول ظهور اعلامي مطول للسيد حسين العباسي الامين العام لاتحاد عام تونسي شغل المغادر في المؤتمر الأخير، وكان طرح موضوع هام جدا، عاد إلى تفاصيل الحوار الوطني وكان كشف بعض الحقائق لا يمكن إلا أن نتحدث عليها اليوم في دقيقتين. هذا أبرز ما قاله حسين العباسي على علاقته بمهدي جمعة. أنا ما اقترحت مهدي جمعة، تقول لي ندمت ولا ما ندمتش؟ علاش مهدي جمعة؟ تقول لك علاش مهدي؟ خلينا في ندمت ولا ما ندمتش؟ لا ندمت. علاش ندمت؟ ندمت لأني ما كنتش نتخيلوا ذاك الرجل معناها اللي نجم يعمل خلط في الامور، وخاصه انه تقريبا كاد يجهض على الحوار الوطني برمته. هل انت تسرعت اختيار ولا اختلف عليه؟ لا ما تسرعش، لا ما تسرعش سفيان. نحن معناها تقريبا هو اللي قاعد يلوج في نهايه المطاف يلزم ينجح الحوار الوطني، يلزم شي يلقى شخص. انا جاني الرجل في تلك الفترة باعتبار معناه كان وزير الصناعة وشفتوا أنه مسك بالملفات متاعه لما كان وزير صناعة، وفي الحقيقة خارج شوية من ترك التجاذبات ما وقعش السيطرة عليه من طرف خاصة النهضة اللي هي كانت تقريبا أقوى حزب في تلك الحكومة. كان شخص اعتبرته أنه قادر باش يأمن المرحلة وسمت فيه الخير معناتها، وقلت زاد ربما هذا كيف يقع اقتراح نهضة ما تنجمش ترضوا، يعني كان ترضوا نقولوا هو عضو في حكومتك. بالتالي وقع القبول به. خيب ظني لما قرب ينصف الحوار تماما، مسألة مهمة، قرب ينصف الحوار تماما لأنه حب يترشح إلى رئاسة الجمهورية. وأنت تعرف سفيان لو يترشح إلى رئاسة الجمهورية وهو رئيس حكومة كان يقدم استقالته، وإذا قدم استقالته معناها الحكومة تسقط، وإذا الحكومة سقطت معناها ما فما لا انتخابات ولا شيء. هكذا ظني في انخاب فيه. لا هو ما قالش لي أنا، قال لي أحد الأطراف الربع الراعي الحوار. ما كنتش موجود في تونس، كنت موجود في الخارج وقصيت عن العمل على ذاك النشاط، وعدت في نفس اليوم لما سمعت وأنه النية معناها متجهة إلى هذا وخرجت وبينت عليه. نعم
عدت ايش عملت يعني؟ عدت على جناح السرعه، قلت له هذا غير ممكن بالتعامل فيه راهو هذا ينسف للحوار، راهي التجربه اللي عملناها كامله راك حكمت عليها بالفشل والضياع. اندمت كاد ان ينسف الحوار الوطني، علاش الكلام هذا هام الحسين العباسي؟ لانه وقت اللي صارت الحكايه هذه، باش نعطيكم تعليق بعض لحظات بعد ما تشوفوا الفيديو هذا، وقت اللي صارت الحكايه هذه مهدي جمعه كان يحكي بالطريقه هذه. باش نرجع للموضوع ترشحي للرئاسه، صحيح صارت فيه كثير من الدعوات، كثير من الدعم، تلقيت فيه كثير من إشارات الثقة من جميع الأطراف وكثير من الأطراف والفئات في الداخل وفي الخارج، وهذا نحب بالمناسبة نشكرهم على الثقة هذه، وهذا يزيد يعزز تمسكي بتحمل المسؤولية، لأنه أقل شيء باش نجيبوا على الثقة هذه هو نتمسكوا بتحمل المسؤولية ونكونوا أوفياء لتعهداتنا. الديمقراطية كما تعرفوا مبنية على دستور، على نصوص، على قوانين، هذا شيء مهم ولكن مش كافي. الديمقراطية مبنية كذلك على أخلاقيات، كما السياسة نعتبرها مبنية على أخلاقيات، فمن نجموش نطمحوا إلى بناء ديمقراطية مستدامة وسليمة بدون أخلاقيات. الديمقراطية كذلك هي السهر على مصلحة الدولة، هي السهر على استقرار الدولة، وخاصة في مرحلة كيف المرحلة اللي تمر بها بلادنا. هالمبادئ والقيم اللي تملي عليها وضع مصالح تونس فوق اعتبار وفوق كل اعتبار قبل أخذ أي قرار شخصي، وبناء على المعطيات هذه الكل قررت أنه من مصلحة البلاد واحتراما للمسؤولية واللي المسؤولية اللي قبلت بها واللي التزمت بها، ودون هذا كانت عندي مجموعة من الالتزامات الأخلاقية والأدبية اللي خذيتها مع الشعب، ونحب نكون عندها المسؤولية وعندها الثقة وعندها الالتزام. وأهم شيء أعتبره اليوم في مهامي هو التركيز على إنجاح وضمان هالفترة الأخيرة الانتقالية، وضمان تنظيم وإعطاء المناخات اللازمة لتكون انتخابات شفافة ونزيهة وإن شاء الله موفقة. ولهذا قررت من مبدأ التركيز على المهمة عدم الترشح للانتخابات الرئاسية. إذن زوز فيديوهات يحكيوا قصة متناقضة تماما، مهدي جمعة قال ما ترشحش أنا عندي التزام أخلاقي والسياسة والديمقراطية أخلاقيات، وحسين العباسي يقول لك كاد أن ينسف وأصر للحظة الأخيرة أنه يترشح للانتخابات الرئاسية، واستعمل كلمة خطيرة سيد حسين العباسي، قال كاد أن ينسف الحوار الوطني وأنا نادم اللي أنا رشحته لهذا المنصب. نبدأ بك سيد نور الدين بنتيشة، وأنت خبير في السياسة والخبير يعني في كواليس الحكم، يعني ما هو تعليقك وهل بدأ بعض أسرار الحوار الوطني تخرج من طرف حسين العباسي؟ وأكثر من كنت شاركت فيه ممكن من أوله إلى آخره، الحوار الوطني والكلام اللي قاله سي حسين العباسي موش غلط معناها، وهذا في الحياة السياسية نعرفوه، كان الكلام اللي قاله سي مهدي جمعة السبب متاعه كل الحراك اللي صار في المسألة هذيك، وقت اللي معناها ما كانش مطروح، معناها هو تم اختيار حكومة تكنوقراط يترأسها سي مهدي جمعة لإنجاز معناها أولا لي معناها أولا نحيو الاحتقان اللي كان موجود، ما ننساوش أنه كان فما اعتصام الرحيل أمام المجلس الوطني التأسيسي، كان فما خلاف كبير حول الدستور، وكان فما خلاف كبير كذلك وعدم استعداد لأغلبية الطبقة السياسية لمواصلة الترويكا وسيد علي العريض لمرحلة قيادته للحكومة في ذلك الوقت. وجاء الحوار الوطني، بدأت نجم نقولوا الوفاقات تقر ما بين الناس، صار الدستور التوافقي وصار اختيار على السيد مهدي جمعة باش يقود حكومة بعيدة عن الأحزاب السياسية، مهمتها أني توصل للانتخابات، مش أني تفكر في السياسة أو تفكر هل عندها شعبية أم لا، أو أنه الناس تحبها ولا لا، ولا الناس عندها ثقة فيها ولا لا. هذا وين كلام سي حسين العباسي الكل ماهوش غلط. زياد الهاني، يعني بين حديث مهدي جمعة وحسين العباسي
فرق كبير وبون شاسع نقول. وأحنا أعود للعبارات اللي استعملها حسين العباسي، وهنا نجم نفهم مجددا دور الاتحاد ودور الرباعي الراعي الحوار، مش حتى في نجاح المسار الديمقراطي، في إثناء الجمعة عن الترشح للانتخابات الرئاسية. شوف، أنا أول ما سمعت القنبلة اللي ألقى بها سي حسين العباسي وأنا تحيرت، وحاولت أني نجري في الاتصالات ونفهم شنو هو اللي صار، وتقريبا صبحية كامل اليوم عديتها في هالموضوع فهمتني. هذايا يؤسفني فيني باش نقول أنه سي مهدي جمعة فهمتني غلط الشعب، غلط التوانسة في الكلمة اللي ألقاها، والأخلاقيات اللي تحدث عليها راهو مارس نقيضها لو لم يتم إجباره جبرا على التراجع. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه من المعطيات اللي توفرت لي وأنا أطلب فتح تحقيق في هالموضوع فهمتني هذايا، لأنه ثم ذيول انقلابية داخل أجهزة الدولة وراء العملية فهمتني هذه، منهم من مازال مباشر لحد فهمتني اليوم، وهذا راهو يشكل خطر كبير على مسار الانتقال الديمقراطي في تونس. يعني غدوة لو كان ثم أي جهة فهمتني باش تعمل انقلاب في البلاد راهو باش تلقى فهمتني سند فهمتني له. علاش نقول هالكلام هذايا؟ المعطيات اللي توفرت لي هي التالية: سي مهدي فهمتني جمعة لم يلتزم أخلاقيا مثل ما ادعاه، وإنما فهمتني حاول أنه فهمتني يترشح ولم دلو أكثر من 40,000 تزكية. هذه النقطة فهمتني الأولانية. النقطة الثانية: سي مهدي جمعة استعمل أجهزة الدولة بما فيها أجهزة داخل وزارة الداخلية اللي كانت بدأت تلم له وتحشد له فهمتني في المراكز بتاع النفوذ فهمتني والقرار لمبايعته ولتسهيل الطريق فهمتني قدامه. سي مهدي فهمتني جمعة كان فهمتني المطلوب أنه فهمتني السيطرة فهمتني على الإعلام لخدمة الأجندة فهمتني بتاعه، وللأسف خليني فهمتني يقول راهو الامتداد مازال موجود اليوم داخل السلطة في هالاتجاه فهمتني هذايا، داخل الحكومة في هالاتجاه فهمتني هذايا. وغدو ما نستغربش لو كان يوسف الشاهد يحب باش يعمل فهمتني انقلاب فهمتني، حتى هو العناصر اللي باش تخدم له الانقلاب نتاعو فهمتني مازالت فهمتني جاهزة. هذاك علاش اليوم المطالبة بفتح تحقيق في هالموضوع فهمتني هذايا، وكشف كل هالناس هذوما اللي يتصوروا فهمتني الواحد ما ينجم يغلطوا التوانسة. نيب العمومية شتعب معنا تونكوزيت قاعد يفتح فتح متحمل مسؤولية كل حرف كنت قلت. لا 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 بالعكس، أنا تحب نعطيك الأسماء اللي يعجبني. لا لا زيد، لا تشكر مرحينا. أنا اللي يعجبني أنه حتى شكون مشاو في الداخلية فنيو يخدموا في خدمته، وكان ممكن باش يكون وزير داخلية هاي الآن كفنيوين لولا أنه تسكرت عليه الثنية. أنا اللي لوم أنه ما تتفتحش تحقيق وتحقيقات عفوا. مدام سعاد عبد الرحيم، انت كنت في الضفه الاخرى، يعني كنت وسط المجلس وكان قدامكم الاحتقان، وكانت حكومه التكنوقراط اللي وصلت للانتخابات. اليوم يكشف سر كبير. اليوم يعني نتحدث عن اخلاقيات في السياسه، سمحني. صحيح صحيح، اخلاقيات في السياسه. ان نرجعوا للكلمه اللي قالها، معناها يقول يتمسك بتحمل المسؤوليه، يقول الديمقراطيه هي أساسها الأخلاق، يقول السياسة هي مبنية على الأخلاق، يقول يسار على استقلالية الدولة وعلى استقرار الدولة. هذا الكل بترشحه لرئاسة الجمهورية، وكأنه نعرش قراها قبل ما يقولوا الكلام هذايا ولا لا، ما نعرش. هو كإنسان مسؤول قبل ما يقول الكلام هذايا يزمي يحس به. احنا اليوم مشكلتنا وأنه السياسة، الأخلاقيات السياسية ربما تدهورت في البلاد هذه. ممكن زاد أنه صحيح بعد الثورات هو من حقه سينور الدين، من حقه أنه يمارس الحياة السياسية، ولكن بعد ما يوصل المسؤولية. هو كان تعهد أنه فما برشة صحيح يلزم كيف تصير ثورة تتخلق طبقة سياسية جديدة، صحيح، ونخب جديدة، ولكن في وسط النخب الجديدة فما برشا ناس اللي ما عندهمش تجربة سابقة سياسية بالكل، خلاتهم في السنوات الأولى وينجموا على يتعثر. كل هذاك هو سبب التعثر. ولكن نقول اليوم أنه ربما المظاهر اللي صارت هذه، ما وقع في الحوار، أنه حاول أنه ينسف الحمار، هذا خطير. الحوار سمحني عفوا من يحاول أنه ينسف الحوار الوطني، فأعتقد هذا خطير جدا، لأنه وقتها كانت كل الأنظار الداخلية والخارجية عينيها على الحوار الوطني اللي بشنق التونس. المؤلم خليفة، يعني علاش اليوم نعود ونحكي هكا؟ لأنه وعد حسين العباسي بأنه سيكتب مذكرات، وشوفوا سمحوني في الكلمة شو الخوار الآخر مش يخرج من كواليس الحوار الوطني، يعني اليوم شعب بحاجة لمصارحة. وحاجة ثانية، نفس الفترة لوقتها كان فما ترشيحات، والخطاب هذا كان بالضبط 10 أيام قبل غلق باب ترشحات للانتخابات الرئاسية. وقتها نذكروا خرجت حكايته، حنش حكاو لرئيس الجمهورية، هاو البيجي قاعد تسب سمريض، هاو تقرير الصحي ماهوش باش ينجم يترشح وسيسقط ترشحه. يعني اللعبة لم تكن نظيفة، وكانت فيها برشا سمحني قذارة وبرشا ضربين.
من اللعبة ما زالت إلى الآن غير نظيفة. أيوة. على العموم احنا حاولنا الاتصال بالسيد في مهدي جمعة. أيوة. وتعذر علينا ذلك على أنه في الوقت السابق التقيته ووعدني بالحضور هنا وإن شاء الله يحضر وعنده فرصة كذلك للتعبير عن رأيه من المسألة. تحدث السيد العباسي كشاهد على العصر أو كفاعل سياسي مستقبلي، أعتقد أنه معارك الماضي كلها انتهت. تحدث عن مهدي جمعة كمرشح مفترض لرئاسة الجمهورية موجود ضمن نتائج سبر الآراء وموجود ضمن معنا حزمة أخرى من السياسيين والفاعلين الحزبيين والسياسيين، وبالتالي لماذا ذكر السيد حسين العباسي مهدي جمعة فقط مما مر عليه في تجربة الحوار الوطني؟ أعتقد أنه وقائع كثيرة هذا وقع، هذا يقول فيما يتعلق بمهدي جمعة، لكن ربما ثم غدر آخر وقع، خيانات أخرى وقعت، مشكلات أخرى كان من الممكن تدرك. هل تحدث السيد حسين العباسي كذلك قلت لك كشاهد على العصر أو كمفترض سياسي لصناعة وقائع سياسية في المستقبل؟ علاش احنا الملف نعتبروه إعلاميا مفتوح وبإمكان السيد مهدي جمعة الحضور لدينا وتحدث معناها عن تصريحات السيد حسين العباسي؟ ونسمع لايف مش فقط تنقل لكم لايف، اكتشف لكم بعض الحقائق. نذكروا زاد وقتها حتى حركة النهضة وقت السيد رشد غنوش رئيس الحركة كان وقتها في الصين واضطروا إلى قطع يعني السفر، وحسين العباسي كان أول ما ذكر الموضوع في بلاتو نسمة أنا كنت حاضر عليه مع زميل مريم القاضي وقتئذ ووقع الحديث عن هذا. وقتها أيضا حسين العباسي كان في الخارج، كان في القاهرة في اجتماع يعني نقابي ورجعوا البلاد، يعني هام جدا تونسي تعرف كيف صارت بعض المراحل في بلاده. نذكركم إذا ضيفنا سيد نور الدين بنتيشة المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية. سيد نور الدين بنتيشة، سؤالنا الأول خلينا ندخل شوية في مجال رئاسة الجمهورية، يأتيك عبر فيديو أيضا شفناه اليوم في برنامج التصحيح، سليم زميلنا سليم موجود في سوريا حاليا ضمن بعثة إعلامية ونقل لنا تصريح لنائب وزير الخارجية السوري يتحدث فيه عن العلاقات الدبلوماسية السورية التونسية. جاوبنا، سيكون على شكل سؤال نتفرجوا. أنا أقول بأن العلاقات بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية التونسية يجب أن تكون أفضل العلاقات، ومن المستغرب أنه لا توجد سفارة للجمهورية العربية السورية في تونس، وهذا يخضع لاعتبارات دبلوماسية وهي متعلقة بالوضع داخل تونس. نحن هنالك تمثيل تونسي على مستوى قنصلي في سوريا في دمشق، نأمل أن يتم رفع هذا المستوى إلى مستوى السفارة، يعني إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين. نحن في وزارة الخارجية السورية لا نجد أي مبرر لعدم وجود مثل هذا التمثيل في الوقت الذي ما زال السفارة السورية في باريس وهو البلد الذي يحارب سوريا ويدعم الإرهاب، ما زالت السفارة السورية مفتوحة. نحن نشعر بمعاناة الأمهات ونشعر بمعاناة الآباء وأهل هؤلاء الأشخاص الذين إما تم تضليلهم أو التغرير بهم، لذلك هنالك بعض الآراء المطروحة لحل هذا الموضوع، ونحن على استعداد لبحث كل ذلك إذا أرادت الحكومة التونسية التعاون في هذا المجال. إذا أرادت. سيد نور الدين بنتيشة مستشار أول لدى رئيس الجمهورية، في دقيقة ونص قبل الأخبار، متى تعود العلاقة السورية التونسية إلى أصلها؟ وهذا كان وعد أساسي في حملة الباشي قايد سبسي. هو حتى معناها كما قلنا رئيس الجمهورية كان وعد بإعادة العلاقات التونسية السورية إلى مدارها وإلى طبيعتها، واليوم اختنا خطوة مهمة اللي هي وكان يحكي عليها السيد نائب وزير الخارجية واللي هي التمثيل القنصلي. ثم كذلك حديث قاعد يصير على مستوى دبلوماسي، وانهارت اللي مصلحة تونس في والإجراءات تاخذ المدى المناسب متاعها، فكونوا متأكدين. أخطأنا من اللغة الخشبية، نحكيو في الدبلوماسية. نحن شنية مصلحتنا في تواصل هالأزمة في هذه وعدم الإصلاح؟ الخطأ اللي يقع بقطع العلاقات مع سوريا هو إعادة التمثيل في الدبلوماسي لأعلى في مستوى. سيدي ماشين لورد، احنا أول حاجة عملها الرئيس هو أنه بدأ الخطوة المهمة في إصلاح اللي صار، وهذا مش كان في علاقة بسوريا، في علاقة بعديد الدول الأخرى، وأولها بإعادة التمثيل القنصلي اللي هو الأساسي يعني. وتونس كانت عندها مهمات أخرى وشوان تخرين، وفي علاقة بالملف السوري احنا ملتعين على مستوى هذا. نرجعوا للسيد نور الدين بنتيشة مباشرة بعد ما تقرأنا رباب المبروك عناوين الأخبار. بقوانا نعود بعد شوية أيضا أسئلة الإذاعات الشريكة.
نقطع العشاء ونشرة كاملة جيكم مع 7:30. إذا نروح مجددا سيد نور الدين بتيشة المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية ونبدأ هذا الجزء مباشرة مع أسئلة الإذاعات الشريكة مجدولين الورغي وأكسجين فم. مساء الخير مجدولين. مرحبا بك حسين ومرحبا بكل ضيوفنا، تحية جيكم من إذاعة أكسجين بنزرت إقليم الشمال. سؤالنا لسي نور الدين بالنسبة لليوم، بما أنك متابع للشأن السياسي وواعي بالأزمة المالية اللي تعيشها البلاد، هل تم التشخيص الفعلي لأسباب الأزمة والركود الاقتصادي وخاصة في ولاية بنزرت اليوم؟ شكرا لك مجدولين. إذن من الأزمات اللي حكي فيها رئيس الجمهورية وخلال مثل زيارته الأخيرة القفصة هي الأزمة الاقتصادية سينورتين. صحيح، هو الأزمة كما قالت الأخت اللي نحب نحيي المستمعات والمستمعين متاع إذاعة أكسجين فهم، معناها أنه أولا غياب النسبة اللي تستحقها البلاد من الاستثمارات، غياب العمل بالريتم المطلوب، التعطيلات الإدارية اللي موجودة، ولكن كان فما عنصر أساسي واليوم، وهذا من نتائج متاع العمل اللي صار منذ الانتخابات وقامت به وكان وعد من الوعود الانتخابية لرئاسة الجمهورية وقامت به الحكومات المتلاحقة من وقت السيد حبيب الصيد لحكومة السيد يوسف الشاهد، هي إعادة الطمأنينة في نفوس الناس، ضبط الأمن، ومعناها الاستباق العمليات الإرهابية، والحمد لله نجحنا بنسبة كبيرة، ما نقولوش العملية هذه وفات، وهذا اللي يخلي ممكن في الفترة السابقة الجانب الاقتصادي راكد في بنزرت في الشمال وراكد في نجم نقولوا في تونس، لكن بدأت تتحرك. بدأ كنت توريه في الاجتماع اللي صار في رئاسة الجمهورية وأشرف عليه سيد رئيس الجمهورية، وصارت منه المبادرة الاقتصادية لرئيس الجمهورية مع 20 رجل أعمال تونسي، واللي باش يغطي نجم نقولوا نسبة كبيرة من بالاستثمارات التراب الوطني، ثم صار التسهيلات وإنجاح مؤتمر الاستثمار 2020، وكان نجم نقولوا أنه صارت المبادرة الاقتصادية لرئيس الجمهورية قبل ندوة الاستثمار باش التوانسة يعطيه رسالة للمستثمرين، التوانسة يعطيه رسالة للمستثمرين الأجانب أنه بلادنا آمنة وقادرين نستثمروا فيها، وأحنا التوانسة أول ناس اللي بلادنا أولى بنا نستثمروا ويشجعوا من خلاله المستثمرين الأجانب. سنعود لهذه التفاصيل. خلينا ناخذ سؤال آخر مع عند زميلنا مختار قسنطيني ونجم أفين. مساء الخير مختار. مرحبا بك حسان ومرحبا بكل ضيوفك الحاضرين معك في الفلاتون. زيد نسلموا على كل المستمعين في على نجمة فيم 88.4. سؤال السي نور الدين بنتيشة المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية، وعدت رئيسة الجمهورية السي نور الدين منذ أن كان الباجي قائد السبسي مرشحا للرئاسية بتنقيح القانون 52 المعروف بقانون الزطلة، بما يسمح بإلغاء العقوبة السجنية للمستهلكين، غير أن الأحزاب السياسية حول الموضوع هذا، هل يمكن اليوم أن تتدخل يعني رئاسة الجمهورية لإعادة تعديل القانون هذا في إطار الحفاظ على يعني وعود الانتخابية؟ شكرا لك مختار. إذا قبل أن تجيب خلينا نعمل تور دو تابل، نعطيك شوية أسهل كيف تجاوبنا مع بعض. نبدأ بك مدام سعاد. إذا برشا مواضيع اليوم رئاسة الجمهورية تحت المجهر سو لي بروجيكتور، لانه برشا يقولوا انه برشا قرارات خاصه. باش نبدا منين انتهى سي نور الدين بنتيشة اللي يقول انه اليوم احنا طالبين جلب الاستثمار في تونس، ولكن الاستثمار كما تعرف معناها يتطلب انه يكون فما امن في تونس، وباش يتم الاستقرار والامن في تونس زياده على ربما النجاحات اللي صارت حتى لليوم، يلزم يكون عندنا استقرار اقليمي وبالاساس في دول الجوار ونذكر هو ليبيا. اليوم قاعدين نشوفوا في مساعي زعيم حركه النهضه باش يرقاو مداخل او ورقات سماهم هو لحل ازمه في ليبيا. انا نحب نسال مؤسسه الرئاسه اللي عندها العلاقات الخارجيه فيني من هذا. واضح باهي. وجاوبنا مباشره بعد ما ناخذ سؤال اخر مع عند رامي هيثم محظي اذاعه اوليس اف ام. مساء الخير رامي.
مرحبا بك حسان. نمشي مباشرة بسؤالي نقطتين في أقل من 30 ثانية. السي نجيب بنتيشة، النقطة الأولى جبل حول زيارة السيسي إلى تونس. نحب نسأل سيد بنتيشة، هل يوجد لدعوة رسمية من عند رئيس الجمهورية لرئيس الجمهورية المصري، أو هل يوجد لطلب كذلك مصري في الأمر، أم أنه هذا يكون جدل في سياسي وجدل عقيم؟ فقط نقطة أخيرة، علاش نشوف فراغ كبير لتونس في ليبيا؟ علاش ما يتمش إعادة بعث السفارة التونسية في خاصة بعد وجود حكومة الوفاق الوطني؟ شكرا. شكرا لك. إذا نبدأ بنقطة الليبية ومن بعد نشوف النقطة المصرية بعد خليفة وسيد. لا باش نبداو بسؤال نتاع الزميل في نجمة اف ام حول قانون المخدرات، باش نوضحوا باش ما تقعدش عند الرأي العام مغالطات. رئيس الجمهورية وعد بتنقيح القانون 52 باش ما يكونش الشاب انه اول مره يتشد معناها على الزطله يتم سجنه، واللي هذه مساله وقائيه مش مساله تشجيع على الاستهلاك. وفي القانون باش نكونوا واضحين، انه هذا مشروع القانون اللي خرج من مجلس الوزراء اللي اشرف عليه رئيس الجمهوريه، الفصل 23 منه يقول يعاقب بخطيه من 1000 الى 2000 دينار كل من استهلك ماده مخدره ومسكها لغايه الاستهلاك الشخصي ولم يوافق على الخضوع لنظام علاجي، ويعاقب بخطيه من 2000 دينار الى 5 كل من استهلك ماده مسكها لغايه الاستهلاك الشخصي مره ثانيه. والفصل 24 يقول يعاقب بالسجن من 16 إلى عام واحد وبخطيئة من 2000 دينار إلى 5000 دينار كل من كرر استهلاك ومسكه لغاية الاستهلاك الشخصي. معناها هذه نحكيها على المرة الثالثة، وش نقول؟ ويمكن للمحكمة أن تستبدل عقوبة السجن النافذ المحكوم بها في سورة الفقرة السابقة بعقوبة العمل لفاية المصلحة العامة طبقا للفصل 15 مكرر وما يليه من المجلة الجزائية. خليني إذن الوعد موجود والروح والفلسفة المشروع موجودة ومكتوبة، وهذا اللي مشى للجنة التشريع العام، واحنا نتمناه انه يتم التوافق داخل لجنة التشريع العام بين النواب مختلف الكتل النيابية على التمشي هذا، واحنا كرئاسة جمهورية ونعتقد انه كذلك الحكومة باش نمارسوا معناها كل الطرق السياسية الممكنة باش نمشيو في التوجه هذا. مراكز العلاج المذكورة في مشروع القانون ما عندناش. لا 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 هناك ما نحكيوش، هو المشكل، هو فما مشكل يا سعاد في الحكاية هذه. راهو احنا قاعدين نتعاملوا في زوز حاجات، احنا نحكيو على مراكز العلاج وعلى المرض وكذا، والحقيقة اللي احنا اللي قلقنا اليوم واللي مقلق العائلات التوانسة هي القنب الهندي يعني الزطلة، واللي هي ما تعملش إدمان وما هيش مرض. ماناش احنا وزيرة الصحة، لا 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 وزيرة الصحة في مكانك، لا 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 سي نور الدين لا يسالش وزيرة الصحة في مكانك أنفيت هالكلمة هذه وهي طبيبة شوف صاحبة اختصاص. شوف المسألة هي أولا قبل كل شيء هو أنه ننقذ شبابنا من الإجرام ومن إمكانية الانزلاق، لأنه شاب صغير التجربة السجنية ومن ضياع مستقبله طالب على خاطر طالب يدخل للسجن، أولا هزيته من مجتمع الجانب الأمن فيه أكثر من الجانب الإجرامي، هزيته الواقع السجني اللي هو الجانب الأجرم المجرم فيه أكثر من الجانب السليم، وهذا حطينا أبنائنا في خطر. هذه من ناحية الأولى. من ناحية ثانية الخطر الإجرامي، والأخطر هو الخطر الإرهابي، لأنه في سجوننا فما مساجين إرهابيين وغيرهم. وأكثر من هذا الكل احنا رئيس الجمهورية يحب يوفر فرصة للشباب أنه يدارك وأنه يتراجع على السلوك هذا وأنه ما يتقصفش مستقبله لمجرد أنه مع مجموعة أخذاء سيجارو وغيرها. هذا الأساس، وهذا موجود في فلسفة القانون وفي روح القانون، وهذا اللي تبعث من مجلس الوزراء. نمشيو، يبدو أنه تم تغييره لأنه مختلف مازال ما تغير حتى شيء. لا لا شوف برشا لغط راهو يخرج من أروقة المجلس وهو بعيد في الحقيقة عن الواقع. هما مازالوا في الممكن في الفولفورز الاولى في الخامس ولا في السادس فصل، معناها مازالوا قاعدين يقدموا ويخلقوا في توافقات. المساله الليبيه ونفتح الحديث جزء اسئله جات في نفس الاطار بالضبط. اين تونس من تحركات راشد الغنوش؟ بالضبط. اولا اين رئيس الجمهوريه؟ رئاسه الجمهوريه كانت تتابع في الوضع الليبي، ووزاره الخارجيه التونسيه تتابع في الوضع الليبي، معناها بكل القنوات الدبلوماسيه والامنيه
يعني وهذا راهو ما يلزمناش نفقدوا ثقتنا في مؤسسات الدولة. معناها رغم أن تكون فنيانات ورغم تكون نقايس وكذا، ولكن أجهزة الدولة راهي تخدم كما يلزم وتقوم بواجبها. باهي، ونحب نذكر بحاجة راهو عملية معناها التقنبيل على الإرهابيين في مصراتة راهو عمل معناها أمني تونسي. ما تنجمش تكون غايبة تونس على ليبيا وما تعرفش شنو اللي صار، وتعرف بالتدقيق التحركات نتاع الارهابيين اتسترا وخاصه الارهابيين التوانسه. هذه من ناحيه الاولى. اذا تابعت تونس الوضع الليبي، ورئيس الجمهوريه يتابع بكل التفاصيل الوضع الليبي، وشاف انه اليوم الوقت حان بعد كل المحاولات اللي صارت انه اليوم يلزم تخرج مبادره تونسيه جزائرية مصرية باش تخلق كل الظروف لعودة الاستقرار ليبيا عن طريق كما كنا قلناها في السابق ثلاثة محاور أساسية. الحوار هو السبيل الوحيد للوفاق، المحافظة على وحدة التراب الليبي، يعني أطروحات التقسيم في ثلاثة وفي زوز وفي ستة لا سبيل إليه، و قلنا الحوار بدون إقصاء لأي طرف باستثناء داعش، هذا كما الناس ما تحكيش معه، المحافظة على وحدة التراب الليبي. والنقطة الثالثة الحل راهو مش يجي من المبادرة التونسية الجزائرية المصرية، الحل ليبي ليبي. لا سمحني سيد نور الدين في النقطة ذي اللغط ظهر أنه مثلا السيد محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس يقول شفنا رئيس حركة النهضة هو يقوم بالمبادرات ولم نرى مبعوثا لرئيس الجمهورية أو وزير خارجية الدولة التونسية. راهو شوف يعني هو يقول لك يا سي خليفة تفضل، شفت البانو لوراك لو كان نوزر هكا نجم نقول ما شفتوش. خلينا نحكيه في الوقائع توا. صارت المبادرة وقام رئيس الجمهورية بزيارة أخوه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وبسط عليه المبادرة التونسية ورحبت بها الجزائر الشقيقة، ووزير الخارجية التونسي كان التقى نظير الجزائري ونظير المصري، هذا الكل قبل ما يمشي السيد رجل الغنوشي للجزائر. ولكن إذا الناس ما تحبش تشوفه يا حرار، مش هذا المسألة، مش هذه المشكلة، هذا الإطار العام التونسي، هذا كله موجود، هذا الكل موجود وهذا الكل صار. وزير خارجية تونس البارح وبارحة الأولى واليوم في أديس أبابا ويقوم بالنقاشات وبالمفاوضات وتشتغل الدبلوماسية التونسية معناها كما نقولوا بالدارجة 180 كيلومتر في الساعة في اتجاه معناها إنجاح. هي المشكلة مش في إنجاح المبادرة بالنسبة لنا، رئيس الجمهورية بالنسبة ليه ليبيا ترجع مستقرة متآلفة ومتآخية. سيدين كنت أسمع البارح في مداخلة معنا وقتها وأجلنا الإجابة زميلتنا من أكسجين فيم، كنت سألت سؤال هل كلف رئيس هاني جاي راشد الغنوشي بها يعني مصيدة هذا مشينا ديريكتومون دروا وبيوت مازالوا عندنا برشا مواضيع احنا بوك دروا وبيوت احنا حكينا على المبادرة. وانت يا سي حسان لو كان سمعتني الأسبوع اللي فات خرجت في الإذاعة الوطنية الصباح وسألني وقلت له السيد رئيس الجمهورية يعلم والسيد رجل الغنوشي جاء قبل بنهار لرئيس الجمهورية باش يعلموا أنه مش يمشي يزور رئيس الجمهورية الجزائر السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا قلناه. وقلنا السيد رجل الغنوشي من حقه أنه يلعب أي دور داخل إذا ما تمسش من الإطار العام للمبادرة التونسية من حقه، ولكنه ليس مبعوث شخصي لرئيس الجمهورية. واضح، ما اكثرش من الوضوح هذا. قبل ما نجاوبنا على زياره السيسي هل هناك دعوه رسميه؟ خلينا نسمع صوت زياد. زياد انا في النقطه هذه بالذات نحب نقول انه راه في كل دور اللي هو يخدم المصالح العليا فهمتي نتاع البلاد، طالما انه الدوله على علم ورئيس الجمهوريه فهمتي على علم فهمتي به فهو دور فهمتي مرحب به. انا ما يقلقنيش الدور اللي قاعد يقوم به السيد راشد الغنوشي، وتعرف انت التاثيرات اللي عنده على الجماعات الإسلام السياسي بين قوسين في المنطقة والممكن التأثير عليها لإيجاد إلى حل، لأنها جزء من المشكلة وبالتالي يلزمها بشو جزء من الحل. أنا اللي قلقني في مثال
الزيارات اللي عملها سي حافظ قايد السبسي كيما يمشي لاسبانيا ولا يقابل الرئيس نتاع تركيا ساقينا ضربوا بعضهم فني من غير قصد ويمشي يقابل الرئيس نتاع تركيا صح فيك هذاك اليوم هذاك اللي انا يقلقني لكن نحب نستثمر الفرصه هذه ونحن معنا السيد المستشار رئيس الجمهوريه وخاصه انه في بعد ايام فني قليله باش نحيي فني الذكرى الرابعه لاغتيال الشهيد فني شكري فني بلعيد رئيس الدوله كان التزم التزام امام التوانسه كلها امام عائله فني الشهيد ان الملف هذا باش يكون عنده فني اولويه نحبوا نعرفوا شنو اللي قام به رئيس الدوله للايفاء بالالتزام هذا وفي نفس الوقت شنو راي رئيس الدوله وقت اللي فني اليوم ثم المناظر محمد الهادي فني الوسلات عامل اضراب نتاع جوع في دار الثقافه بجبل الجلود دار الثقافه شيء شكري بالعيد مسعود رضواني مسعود رضواني انهى الضرب نتاعو في دار الثقافه شكري بالعيد بجبل الجلود نظرا لحاله التداعي اللي موجوده في الدار الفنيه هذه اللي تحطمت وتسرقت قبل لليوم فني بلاش انت حساس ومازال انت في حاله يرثى لها شوف مشينا للجانب كنت باش نخرج الملف الدولي لا باش نجاوب نجاوب سي نوردين خلينا نجاوب ونتحدثوا في الملف الدولي ساعه ونواصلوا اولا احنا كما قلت لك بالنسبه لنا اي انسان ينجم يقدم يلعب دور في الاتجاه هذايا راهو ينجم يلعب دور ولكن ما نفهمش علاش نتقلقوا كيف حافظ قائد السبسي يلاقي مسؤولين أجانب وما نتقلقوش كيف مسؤولين أخرين في أحزاب أخرى تلاقي مسؤولين أجانب هذا في الحقيقة نعتقد زياد أنه المسألة وكأني شخصية معناها حافظ قائد السبسي اليوم مدير تنفيذي متاع حزب وحتى لو كان ماهوش مدير تنفيذي متاع حزب ينجم من حقه أنه يلاقي مسؤولين أجانب والدولة التونسية تعرف التحركات نتاع كل السياسي تعرفهم لانه فما سفاراتنا تشتغل وسفاراتهم هما يشتغلوا واحنا الى حدود الان نعتبروا انه المسؤولين في الاحزاب الوطنيه ما همش خونه وكيف يلتقيوا مع مسؤولين اجانب ما نظهر ليش المسؤولين نتاع الدول نتاعهم اتقلق مثل المستشار العسكري نتاع السفر الاسباني نجم نلتقيوا اللي طار على خاطره في مدير عام الوطني لا مش صحيح لا مش صحيح مش صحيح الموضوع هذاك تحب نحلوه نحلوه لا 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 ما. ولكن ماهوش صحيح الكلام هذا عاري على الصح ما قبلش المستشار العسكري نتاع السفر ينجم من حقه يقابل المستشار العسكري شوف احنا لازم تكون عندنا ثقه في رواحنا شو الاختير مش ينقلب على ابوه مش ينقلب على الحكومه علاش اختير يا اخي اليوم شنو نصبحوا السياسيين نتاعنا كيف يلتقيوا مسؤولين اجانب ما عندنا ثقه في الاجانب وما عندناش ثقه في المسؤولين نتاعنا فالصملح باش يذوب ومش قادر معناها يدافع على مصالح بلاده وعلاش بالذات هو خاطر اللقب نتاعو قائد السبسي ننقدوا لاكسيون نتاعو ومن حقك ونجم رئيس الدولة عنده علم بالنقاش هذه رئيس الدولة عنده علم بكل اللقاءات اللي تصير في تونس وفي خارج تونس سينوجين كنت اسمع يعني كل الدولة التونسية تخدم استنى خلينا نكمل ثانيا خلينا نكمل على توا تسأل وأسئلة ما خلينا نجاوب عليها بسرعة خاصنا نوع عندنا الإجابات بالنسبة للشهيد شكري بلعيد السيسي قبل خلينا نختم الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحب به في تونس هل وجهت دعوة رسمية؟ ووجهت دعوة رسمية واضح بالنسبة للشهيد شكري بلعيد نهار 6 فيفري في ذكرى اغتياله رئيس الجمهورية باش يدشن ساحة الشهيد شكري بلعيد لحقوق الإنسان ورئيس الجمهورية سي زياد ما ينجمش يتدخل في سير القضاء ولو كان نهار رئيس الجمهورية يتدخل في سير القضاء تو أنت أول واحد تو تخرج بالتأكيد. وتقول كيفاش حتى لو كان جات للفايدة إذا اليوم عندكم لوم على مسار قضية الشهيد شكري بلعيد وقضية الشهيد محمد البراهمي ما عليكم إلا تتحركوا وتطالبوا من القضاء بأكثر سرعة ولا بأكثر شفافية رغم اللي بصفة عامة احنا عندنا ثقة في القضاء رغم تنجم تكون مش القضاء معناها فما بعض القضاة اللي يكونوا مش في المستوى لكن احنا تقديرنا أنه القضاء إن شاء الله يكون في المستوى وأغلب القضاة في المستوى وهذه مسألة تخص القضاء بالنسبة للسيد اللي كنت تحكي عليه والله من ظهر ليش من دور رئيس الجمهورية أنه يلوج اللي داروا مش تتكسر رغم معناها أنه نتفاعلوا معه ونتفاعلوا إيجابي وانت تكلمت دار الثقافة يحتاج فما وزير الثقافة اللي انتم تنجموا تسمعوه صوتكم وإحنا نجموا نكونوا زاد كنا كلمنا الواحد ولكن سي زياد راهو شوف إحنا قاعدين نخدموا في عمل لو كان تحبوا كل يوم نجي ونعطيكم احنا شنو ولا نعملوا وشنو ولا كذا مرحبا ما يقلقناش اما نخاف ومن بعد تقولوا رئاسة الجمهورية تدخل في دار الثقافة تدخل في الشؤون الاجتماعية تدخل في كذا معناها يلزمنا نرجعوا الامور النسابة شوف سي نور الدين رئاسة الجمهورية من ضمن اولويات حملتها الانتخابية
المصالحة كان عنوان كبير وعنده حق من ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية المبادرة التشريعية، لكن في كل مرة ما استطاعش يمر الموضوع هذا. شوف ووضع على الرف يعني رسميا، لا موضوعش على الرف رسميا، موضوع تحب تسأل في نفس الاتجاه، نفس الاتجاه ربما هو فيما القانون هذا قانون المصالحة الوطنية اللي ربما فيه جدل سياسي، لأنه فما ربما في برشا جدل سياسي. أنا رأى أنه سيد الرئيس من حقه أنه يعمل قرار عفو اقتصادي، وهذا من حقه دستوريا، ربما هذا يخليك ما تعملش مسار موازي لمسار العدالة الانتقالية، وفي نفس الوقت هي من هو أولا موش مسار موازي لمسار العدالة الانتقالية، هي في حقيقة سمحني هذا لا فما حتى إفلات من العقاب، يعني إشكالية الإفلات من العقاب لا ما فماش، خليه المحاكم تعمل، هو حتى في اللي بدي فما إفلات من العقاب سعاد، والإفلات من العقاب هذا عملتوه أنتم في القانون، ومسار العدالة الانتقالية راهو موش لي فيدي، موش هي الحقيقة والكرم، مسار العدالة الانتقالية احنا المشروع قانون المصالحة معناها في نفس سياق مسار العدالة الانتقالية. المشروع اللي تم تقديمه في جويلية 2015 فقنا انه فما هنات فيه اللي تنجم تخلق لغط في علاقة بمسار العدالة الانتقالية. اولا واللي هي نقطة مهمة في مسار العدالة الانتقالية هي الاعتذار، هذه اضفناه. النقطة الثانية هي جبر الضرر وكشف الحقيقة، وهذه معناها تم إضافته. والنقطة الثالثة واللي هي حفظ الذاكرة الوطنية كيف تم إضافته في مشروع القانون اللي تقدم، وبالتالي وأضفنا جانب كبير من الشفافية على العملية. وراه مشروع العدالة الانتقالية يا سعاد في اسمه داير، هو العدالة الانتقالية راه بطبيعته مش إفلات من العقاب، ولكن هو مسار بعيد على مسار العدالة أو مسار القضاء. ونفس الشيء بالنسبة لليفيدي، بالنسبة لليفيدي هي اللي هي سيعيد نشر القانون مرة أخرى. المنظومة متاع العدالة الانتقالية في العالم أجمع راهي منظومة خارجة الإطار القضائي، وهذا أنتم عملتوه في المجلس في المجلس التأسيسي. سيعاد نشر يعني قانون المجلس، القانون موجود داخل المجلس بتنقيحات هذه، التنقيحات هذه كنا قدمناها، وإحنا كنا مشينا قدام لجنة في لجنة الحقوق والحريات في البرلمان، في عفوا لجنة التشريع العام، وقلنا لهم اللي احنا منفتحين على مقترحاتهم، وانه المسألة هذه مسألة مهمة، ماهيش مهمة للرئيس لانه وعد انتخابي، ولكني مهمة للرئيس لاني مسألة تساهم في اخراج تونس خاصة من الوضع الاقتصادي الراكد ومن مجال غياب مناخ الثقة. وباش نقول حاجة سي خليفة، لو كان جاء فما أحكام وكان لرئيس الدولة، لكن المشكل راهو مش غادي، المشكل أنه أولا في الإطارات العليا للدولة اللي اليوم عندها 6 سنين لا عندها أحكام ولا عندها، ولكني تمشي وتجي وقضاياها جارية في المسألة هذه، وفيهم العديد اللي هما لا خذاو فائدتهم وهما ضحايا، هما ضحايا. واحنا معناها نطالبوا خير الازمه اذا تونس رئيس الجمهوريه طرف في الحل ام في المشكل؟ الاتهامات موجوده، رئاسه الجمهوريه منذ تولي رئيس باجي قايد السبسي لسده الرئاسه، رئاسه الجمهوريه كان دائما طرف في الحل، وهذا من الانجازات كذلك اللي حسبه انه خليني نجاوبك عليه، انه منذ سنتين رئاسه الجمهوريه عادت القبه اللي يجتمع تحتها التوانسه كيف تصير ما بيناتهم خلافات في كل المجالات، وبالتالي اذا تصير مشاكل في معناها في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب القضائي، رئيس الجمهورية موجود لإيجاد التوافقات وإيجاد الحلول اللي يرضاو عليها المتخاصمين. فمشكون هذا ينسحب على الجميع. فمشكون قال إنه رئيس الجمهورية رفض استقبال بعض الأطراف في نداء تونس، قال متفاهموا ومن بعد يجاوني. يعني شوف رئيس الجمهورية وأنت متهم سابقا في أكتوبر من سنوش تصريح سفيان طوبالي قال أنت تحب تقسم الكتلة متاع النداء، وأنت إذا حتى رئيس الجمهورية ما يلعبش دور ربما أنت سيد نور الدين بوتيشة من يقوم بهذا الدور. شوف
هذه تصريحات موجودة. دوري هو مستشار لرئيس الجمهورية، ماهوش دوري نور الدين بنتيجة. وبالتالي هو ممكن من الأشياء اللي توت يتم تجاوزها هي أنه نخرج ونشتموا بعضنا في ونقولوا كلام مش صحيح ونثلبوا بعضنا، وهذا توا مازالت التجربة جديدة في المجال الديمقراطي. ولكن كما قلت لك رئيس الجمهورية يقبل الناس اللي تطلب اللقاء والكل من مختلف الأحزاب، وإذا نداء تونس والعناصر من نداء تونس طالبوا بلقاء سيادة الرئيس فإنه يقبلهم يقبلهم بعد هو والأجندة بتاعه هو والوحدة استقبالي مصف سلام. شكون؟ مصف سلام. في ذلك الوقت في ذلك الوقت وما تمش رفض استقباله، ولكن في ذلك الوقت كان فما صراع داخل الحزب، ورئيس الجمهورية ارتأى أنه مش من واجبه ومش من دوره أنه يلتقي شق أو يغلب شق على آخر، وأنه إذا فما إرادة ما بين الجميع لإيجاد الحلول ويلتجئوا إلى رئيس الجمهورية فهم باش يلقاوها. كنت تسمح سيد أختم بسؤال سيد نور الدين بنتيشة المستشار أو رئيس الجمهورية. سليم الرياحي دعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة. سيد نور الدين، سليم الرياحي دعا إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ما هو ما ولم نسمع إجابة صريحة من طرف رئاسة الجمهورية في هذا الإطار. يعني شوف قلت بكري السعاد أنه فما برشا ناس معناها لقات نفسها في وهج العمل السياسي بعد 2011، ومن الطبيعي أني تدعثر وأني ما تفهمش وأني تقول كلام خارج على السياقات، وهذا نفهموه معناها. وحتى سألوني قبل على قلت لهم اللي احنا راهو بالنسبة لنا وسيد رئيس الجمهورية ضميره مرتاح مع السيد هذا، اليوم اختار نهج ربي عينه وربي، ولكن كل سياسي مطروح عليه أنه يتحمل مسؤولية خياراته السياسية. شكرا لك سيد نور الدين بنتيشة المستشار الأول لرئيس الجمهورية، مرحبا بك. سنعود لاستضافة برشا مواضيع باش نحكيو عليها، زيارات الداخلية المناطق الداخلية رئيس الجمهورية. شكرا لك زيد مدام سعاد خليفة. نرجع احنا مباشرة بعد الأخبار لنتحدث عن جديد القوانين المرورية في بلادنا، منه هاكم شهر أفريل بالضبط إذا ما تلبسش السنتور عندك 40 دينار خطية، زعما هذا ينقص من حوادث الطرقات في بلادنا. نتحدث عن الموضوع بعد قليل. مرحبا بكم، تسمعوا فينا على مختلف الإذاعات الشريكة ولا تشوفوا فينا على نسمة لايف، شكرا لكم لاختياركم. رحبوا بضيفنا العميد فيصل الخبيري مدير مرصد الوطني للمرور. مرحبا بك سيد العميد. مرحبا. نورتنا زياد، مساء الخير مجددا. مدام سعاد خليفة للي عنده كهرباء انطلاقا من شهر افريل بشوي استعمال الحزام اجباري، هاكا سيد العميد. ايه. على كل قبل ما نفتحوا النقاش زميلنا اسكندر منذ قليل مشى شاف التوانسه وسالهم على حكايه السنتور هذايا باهيه ولا لا، خلينا نشوفوا لي رياكسيون تاع التوانسه. اهلا بك حسان، مرحبا بك ومرحبا بكل مشاهدي قناه نسمة. نحن الان في شارع حبيب بورقيبه، الحدث هو القانون اللي ينزل في الرائد الرسمي واللي ينص على اجباريه لباس حزام الامان بالنسبه للسائق والراكب الامامي، وهذا بدايه من 27 افريل 2017 وباش يتم فرضه على بقيه الركاب يعني الخلفيين بدايه من افريل 2018. هل التونسي يعرف او صاحب السيارة يعرف هذا القانون أو لا، وقتاش باش يتم استعماله؟ هذا كل باش نشوفوه مع الحوار هذا. بالك فما قانون باش يولي في أفريل تلبس الحزام أمان أنت والراكب القدامى؟ في بالي. إيه شنو رأيك فيه القانون هذا؟ قانون صحيح. أنت كمواطن تشجع؟ مشجع على هذا. حزام الامان في بالي بيه في افريل ما يلبسش حزام الامان 40 دينار اختي. شنو راك فيك؟ والله احسن حاجه عملوها فني كل شيء وان شاء الله الناس كل تطبقوا. ديجا ذا اللي لابسه؟ ديجا هاك محاضر. داخل ولا خارج ما ندخل عمره؟ ديما لابسه. والراكب اللي قدام زاد لازم يلبس؟ هاي بيان سور. والتالي ما نعرفش التالي في 2018 انت كمواطن مستعد؟ بيان سور هكا واش نعملوا ما دام في مصلحه المواطن فبها. إذا هذه بعض الآراء تعطينا سيد العميد التفاصيل كل شيء. فقط حبيت صالح معلومة، يوم الاثنين كنا استضفنا السيد عبد الكريم الهاروني وزير النقل السابق عند حادث، تحدثنا على حادث جبل الرصاص في مورنيغرا، بيرحم مجددا التلميذة، مع العلم أنه زوز الجرحى المقيمين مستشفى الرابطة غادروا البارح المستشفى. لكن بالنسبة لحادث جبل جلود كنت ذكرهم تاع القطار، فما وفاة جديدة تسجلت يوم الأحد 30 جانفي، الجريح اللي كان مقيم في مستشفى
مستشفى المنج سليم، هذه أبديت وللحالة نتاع الجرحى. والنقطة الأخرى كان أشار سيد وزير النقل، قال تونس تحت المرتبة الأولى عالميا على مستوى 31 طرقات. لا شكرا للزميل عامر معزة اللي أثار انتباهي للنقطة هذه. حسب منظمة الصحة العالمية المرتبة الأولى لليبيا بنسبة 73.4 وفاة على كل 100,000 مواطن، تونس تحت المرتبة 43، فوقها تايلاندا وإريتريا وبرشا دول أخرى في الوسط، تونس مرتبتها 43، 24.4 تلقاوها دراسة في على موقع منظمة الصحة العالمية OMS، دونك باش تكون المعلومة كاملة. مرحبا بك سيد العميد. خلينا نفهموا القانون هذا شنو بالضبط؟ القانون هذا هو الحقيقة تطرح من سنة 2010 بالضبط، وبعد ما وقع تطبيقه بحذافيره، القانون يتمثل في أنه مخالفة من الدرجة الرابعة 40 دينار لكل من يحطش حزام الأمان باستثناء سواق التاكسيات وسائل النقل العمومي، ولا شخص عنده مريض لازم يكون عنده شهادة طبية مصادق عليه من مصالح وزارة النقل. والموضوع هذا هو الحقيقة والله هو مهم برشا، وإحنا التجارب أنا نشوفه التجارب الدولية في المجال هذا ما عندها عنها تقاليد. إحنا نشوف فرنسا في 73 وقت كان الحزام الأمان يتحط كان من قدام برك، بعد في 9 في أكتوبر 79 ولا يتحط داخل وخارج مناطق العمران، ومن تالي زادة هبطت الحوادث القاتلة من 16,000 في 73 هبطت 4,000 في 2010. معناتها يوريك قيمة حزام الأمان، معناتها وتعرف حزام الأمان هو يحمي بنسبة 50% عند وقوع الحوادث لقدر راه بالنسبة للمقاعد الأمامية، ويوصل 75% معناتها في المقاعد الخلفية. انت تعرفوا انه معناتها هذه احنا بغض النظر على الناحية القانونية يلزم عباد تعرف روح حزام الامان او يحميك بنسبة كبيرة من الحوادث هذه، انت قاعد تحمي في روحك، والمصنع كيصنع السيارات الكل حط فيها مش معناتها اكسسوار زينه باش يحط فيها حزام الامان للزينه، هو حطه حسب دراسه ليش. احنا باش نرجعوا لها الدراسه هذه والاحصائيات بعد ما نسمعوا امال الفيفي من اذاعه صوت المناجم. عندنا زوج مداخلات يكون حاضر معنا. مساء الخير امال. مرحبا بك حسان، تحيه لك ولضيوفك. بالنسبه لسي فيصل اليوم عندي زوج اسئله. السؤال الاول شنو اسباب الا مجموعه الاسباب ولا الارقام المفزعه في علاقه بحوادث المرور في تونس؟ السؤال الثاني هل ترى انه الثقافه المروريه ما زالت مش متاصله عند التونسي، هذاك علاش لازمه ردع قانوني؟ واضح. شكرا. بالنسبه للاسباب تقعد معناتها لعديد السنوات، السرعه هي السبب الرئيسي للحوادث القاتله، وتعرف قد ما ترتفع السرعة قد ما نسبة الخطورة هي مرتبطة آلياً بسرعة هذه، وبالتالي الأمل في الحياة ينقص. فيما يخص الثقافة المرورية هي جديدة نوعاً ما في تونس، ما عندناش تقاليد قديمة برشا على غرار معناتها البضائع اللي عندها تقاليد في الإشهار وفي الكل. احنا على مستوى المرس وطن المرور معناتها قاعدين نشاركوا في ديبوات، معناتها في تعمل دي كونسيبسيون بتاع اشهار، وشاركنا حتى المواطنين، ومن خلال عملنا حتى جوائز قائمه توصل 10,000 دينار للحب، معناتها السائق والمترجم والصغيرات، معناتها هو اللي يبتكر الفكره وهو يكون متبني الفكره ذيك. احنا قاعدين نطور زاد في اسئله التحسيس الميداني والصحفي ومواسئ الاعلام الكل، زاد عندنا لف شجر رباني اللي قاعدين نحطوا فيه حاول باش يغطي مختلف مناطق الجمهوريه. اكثر اسئله عند الفريق هنا، لكن مش بشاره بعد ما ناخذ سؤال زميلنا ابراهيم سليني كرامه اف ام. مساء الخير ابراهيم. مساء النور حسان، تحيه لك تحيه لضيوفك الكرام. السؤال الاولاني سيدي بوزيد، فيها عده حوادث السنوات الاخرى سجلت عده حوادث، كيفاش باش يتعامل المرصد مع النقاط السوداء هذه بطبيعه الحال الحد من الحوادث هذه؟ السؤال الثاني، في السنوات الاخرى كان فما مجالس على المستوى الجهوي تعنى بالوقايه من حوادث الوقات على مستوى الولايات الداخليه، كيفاش باش يتعامل المرصد مع هذه المجالس حتى يتم احداثها مره اخرى والحد من حوادث الطرقات بالنسبه للولايات الداخليه على واضح؟ جاوبنا على هذوما بعد نسمع. بالنسبه للولايات الكل، احنا فيما يخص النقاط السوداء قاعدين نعملوا في اجتماعات دوريه مع تجهيز اللي هما نعطيهم الاقتراحات نتاعنا، ووزاره التجهيز مشكوره قاعد يقوموا بالاصلاحات فيما يخص النقاط السوداء هذوما. فيما يخص المجالس الجهويه هي موجوده لحد الان في جميع الولايات، ويترأسها السيد الوالي كل مجلس جهوي، ومعناتها مش موجوده وقاعده
تنعقد جلسات. خليفة نعطيك رقم نطلب تعليقك بعد كان عندك سؤال. 117 لحد اليوم حسب إحصائيات المرصد وصلنا 117 قتيل منذ بداية سنة 2017. ما فيش شك هذه أرقام مفزعة. وكالساعة يعني تلقى أي مسؤول أو أي مواطن يعلق قولك إحنا في مراتب متقدمة. عنده حق لأنه على مستوى العين المجردة ما يشوف كان هذا. على أنه ثم حوادث قلنا مرتبطة بقضية الثقافة المرورية. وأنا أعتقد أنه كنت المفروض تشتغلوا أكثر مع وزارة التربية. علاش ما ندمجهاش ضمن التعلمات، ضمن ثقافة التعلمات الثقافة المرورية. أولاً الأولاد يركبوا مع أبائهم. بالتدريج عندهم قدرة على السيطرة على أبائهم. في السرعة، في قضية السانتير، في غيرها من هالأشكال. وهما كذلك في نهاية سواق المستقبل. يعني كي نتعودوا يولي ريفليكس. لو تركب أنت مع واحد في أوروبا آلين يعمل السانتير مثلاً، ناخو مثال السانتير. احنا لا، ماهيش داخلة في تقاليدنا. تصبح ثقافة مرورية. المفروض تعمل كونفونسيون، تعمل شكل من التعامل لإدماجها في البرامج الدراسية. مدام سعاد، اتفق معك سي خليفة، هي مسألة ثقافة مرورية بالأساس. ممكن السانتور اليوم مش بشي نقص من الحوادث، لأن الحوادث عندها برشا أسباب أخرى، يعني حالة الأسطول، حالة السيارات اللي عنا، حالة الكياسات، ما فماش وعي بالثقافة المرورية. ونعرف زاد نسبة كبيرة جدا من الحوادث تصير في تغيير الوجهات، يعني هذه اللي المواطن ما يستوعبهاش، معناها يكون في فوا ويدخل فوا أخرى ما عندوش معناها في مخه حتى ولو هو يمشي بسرعة منخفضة. ولكن في هذه الكل احنا نقوله سانتيوغ هو يحافظ على صحة المواطن وهذا اللي يهمنا. لكن فما إشكالية صغيرة في هذا، أنك اليوم توظف أختي اللي مش لك بسانتيوغ، معناها هي خطوبة ردعية، معناها مش بشي يقلق المواطن، بشي يلتزم بسانتيوغ حفاظا على صحته، على خاطر وقت يصير حادث بشي يخسر أكثر من 40 دينار. ولكن اللي لاحظناه هو أنه ساعات تكون عندك مخالفة ولا تكون عندك أختي، ولكن ما يقاش أعلمك بها. اليوم وضع قانون جديد، وانه نعرفوا تو موسم الفينيات لي تاكس، دونك باش تمشي للقباضه باش يقول لك عندك مخالفه لازمك تخلص المخالفه هذيك. احنا نطالبوا انه اذا كان انا عندي مخالفه اعلمني بها. هذا مش قاعد يوصل اليوم للمواطن. اذا كان هو عنده تجاوز سرعه في مكان معين والا قام بمخالفه في مكان معين، ما يوصلش الاعلام بهذا. وساعات يخطيك سامحني على المقاطعه زين، يخطيك عون الامن ما يعطيكش ورقه. يعني شنو هي مصداقيه الموقف هذا؟ عندنا برشا متوانسه اللي ينقل من مكان لمكان وما يغيرش بطاقه التعريف نتاعو. احنا الوحدات الامنيه ولي دار يجاوبك على اخر عنوان عندك، وهذا يقع بطريق آلية راهو. اما ثم برشا يحول من بلاصه لبلاصه وبعد يقول لك هي ما وصلتنيش، اما هو قاعد توصل له. بدات التعاون مع وزاره التربيه، موضوع وزارة التربية هو موضوع القديم الجديد. هو تطرح من سنة 2000 احنا حبينا حتى المادة المرورية تولي مادة إجبارية على مستوى المعاهد والمدارس، لكن للأسف وقتها قال لك الوزارة، قال لك نظرا لتكاثر عدد الساعات ما عندناش الوقت معناتها باش نزيدوا نثقلوا على كاهل التلميذ. احنا خدمنا على مستوى نواة التربية المرورية اللي وصلت قبل كانت حتى 1200 نادي تربية مرورية، واحنا على مستوى المرس قاعدين ندعموا فيهم بالمطويات ونبعثوا لهم مربين ويعطيهم في دروس وكذا. واحنا توا السنة قاعدين نعمل في جلسات مع وزارة التربية باش نولوا نفعلوا هالقرارات القديمة هذه باش تولي المادة المرورية يعديها كما يعدي الحساب وكما يعدي كذا، وان شاء الله نوصلوا معناتها باش واضح. زيد، انا نحب نستثمر وجود حضرة العميد معنا باعتبار هو مدير المرصد الوطني للمرور، باش نسألوا حضرة العميد توا انتم في المرصد غادي، هل عندكم خريطة للبلاد التونسية؟ وهنا نربط مع الأسئلة اللي طرحوها زميلتي في أمان الطيفي وزميلي إبراهيم فمديسليتي، هل عندكم فهمتني خريطة محدد فيها فهمتني بشكل فهمتني محين النقاط السوداء والأماكن اللي قاعدة تقع فيها فهمتني الحوادث؟ خاطر زاد فهمتني نحبوا نعرفوا علاش؟ مش بالضرورة في حكاية فهمتني سانتور، ثم إذا كان بقعة تركز فيها الحوادث أكثر من غيرها بالتأكيد ثم فهمتني إشكالية نحبوا نعرفوها. والنقطة الثانية، هل عندكم شي فهمت دراسة بالتعاون مع شركات التأمين في الأسباب نتاع الحوادث؟ ما ضبينا زادة فهمتي نعرفوا الحوادث علاش باش تلقى ثم حوادث نتاع سرعة متفهمين، لكن زادة ربما فهمتي حوادث أخرى مرتبطة فهمتي بالحالة نتاع السيارات بيدا، مرتبطة فهمتي بعدم وجود فهمتي علامات مرورية في مواقع خطيرة فهمتي ولا غيره. عندكم شي هالدراسات هذه؟ شوف احنا عندنا السيج، هو يعطيك شبكة الطرقات الكل وأماكن تكرار الحوادث ونقاط السوداء اللي موجودة فيها. شو هذا؟ السيج
هو ما عرفش كيفاش نقولوا ريزو انفورماتيك جيوغرافيك سيستيم دانفورماسيون جيوغرافيك. هذه يعطيك شبكه طرقات لكل وين نقاط سوداء واماكن تكرار الحوادث. واحنا كما قلت لك راهو تجهيز حقيقه مشكوره قاعدين كل من مدهم قائمه قاعده حيه نقع جلسات باش يقوم بالاصلاحات واعطات الاكله بتاعه انه سواء رومبوا مثلا جيراتوار ولا حوادث نقطه سوداء في هذه الحوادث وقاعدين يقوموا بالاصلاحات وقاعدين ثم تحسن على مستوى الاداء. لكن انا نقول لك راهو كي نشوفوا احصائيين وعلمين راهو 8 توصيه كما قالوا خيان معناتها السياره والطرقات عندهم نسبه لكن الاخطاء بشريه راهو راهو انسان يحب كهرباء يحب انسان ما يعرفش بلاصه يحب يخرج التسعه ياخذ 9:30 معناتها باش يولي يجري يقوم بجميع المجاوزات باش ياخذ بكري. احنا نشوفوا حتى على مستوى الثقافه الموريه شفنا الاولياء يعني خارج ولده 8 درجه ويحب يلحقوا 8 وقاعد يطلع معناتها قاعد يعدي في الصور الخايبه للصغيرات وقاعد يطلع على الماده وقاعد يحرق في الضوء الاحمر شنو قاعد يعلم فيه هذه؟ لا ما هو حتى التركيز نتاع الوحدات المروريه تو كي نشوفوا الخارطه نتاع الحوادث تجد مثلا نهار السبت في الليل صباح نهار الاحد تجد نسبه كبيره من الحوادث يعني كلها جايه من المناطق السياحيه من السكر من غيرها من السرعه في الاخر وقت. هذه تو في المجتمعات المتحضره ساعات واحد خارج من بواته ولا من اوتيل ولا خلوش سوق وقفوه تلقى دوريات يقول لك انت في حاله غير مثلا معمول في الشتاء مثلا الانزلاق نتاع السيارات ونكثفوا زاد من الوحدات موري نعرفوا انه اشتغل سيارات مهيئه اكثر للانزلاق وهكذا دوليا. ملاحظات القائمه سخليف راهو ديما نقول الوحدات الامنيه رغم التدعيم تاع السيد وزير سواء من حيث الامكانيات الماديه والبشريه راهم هما ما يجموش باش يغطوا كامل المفترقات وكامل معناتها شبكه اكثر من 20000 كيلومتر. احنا راهو ديما النجاح نتاع المنظومه الامنيه المروريه مرتبطه بعقليه السائق. راهو السائق ساعات للاسف شديد حتى من خلال التحسيس الميداني ساعات اللي كان يلوم عليه هو كسائق يعمل هو كمترجل. معناتها راهو حكايه وعي السائق. دقيقه برك نعطيك مثال عباد تحب تقول الكياس هو اللي سبب. احنا عام تحل الطرق تاع صفاقس زادت الحوادث القاتله. هو طريق سيارة. سيفان أنا شمش معك ونجيك مدام سعاد يعني عن جزء ملاحظات النقطة الأولى وأستغل حضور يعني نائبة مؤسسة عندنا مشكلة في القوانين. أحنا اليوم اللي يبدأ سكران ويعمل حادث ويقتل عبد يمشي من الغادي الغادي و... 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 و إذا صارتش تجاوزات يعني في القضية نحكي يعني اليوم القانون متاعنا التعامل مع حوادث المرور اللي فيها أخطاء وقد تكون متعمدة تجاوز أو أسرع في منطقة فيها تجاوز وإيقاف تحفظي وإلا القوانين تتعامل مع ما تتعاملش مع حوادث سرقات كجرائم قتل وقت اللي هي فعلا جرائم قتل وقت اللي يتقتل الطفل ولا تترمى الأسرة ولا يتنط وصار هذه جريمة قتل سيد العميد. والنقطة قانونية. النقطة الثانية في مكان كان حذانا يوم الاثنين وزير النقل السابق عبد الكريم الهاروني قال عنا لوبيات اليوم تتدخل وتبدل في كراسات شروط في شركات النقل وفي الوزارة وقاعدين يجيبوا في كيران مهلوكة وموتوراتها خايبة وجزء منها يعمل في الحوادث ويضر في الناس ويقتل في العباد. ما يهمكمش انكم تمشي وتبحثوا في مواضيع كمان هذية وتحلوا نقاش في هذا الإطار؟ والله شوف في الباب الاول احنا توا عندنا الوقايه هذه رئيس عندنا مجال الطرقات توقعت ان شاء الله باش تطلع قاعده تتلقى عليها جلسات فيها مختلف الهياكل اللي تمثل السلام المروريه وعديد الوزارات وقاعد ان شاء الله النصوص القانونيه الجديده باش تكون في مستوى امال معناتها جميع مستعملي الطريق. بالنسبه للوزارات الاخرين احنا راهو نتعامل معها من خلال التحسيس ولا الدراسات هذه. انت امني قبل كل شيء يعني. احنا امني احنا عندنا سلطه مباشره مع وزاره الداخليه لكن نتعاملوا اترافير سيد وزير الداخليه في جميع الاقتراحات اللي تهم الوزارات الاخرى. ما يثيركش انه يقول فما فساد ولوبيات في وزاره النقل؟ والله انا الكلام محمول على السيد اللي قالوا. انا شخصيا ما عنديش فكره على الموضوع هذا اما ديما نقول راهو ديما نخزروا مصلحه بلادنا ومصلحه صغيراتنا ومصلحه اللي انا نعود لنفس المشكل نتاع الحوادث. تقريب التشخيص نتاعكم كل يقف عند اخطاء بشريه مرتبطه بسائق السياره. يعني التركز في مستوى الاسباب كلها موكوله الى السائق تشوفوا فيها. لا ثم حملات مروريه مثلا تاع الفحص المضاد للسيارات ثم عديد الفحوصات تاع رفع اضافي. مدام سعاد معناها هذيك هو في نفس هذا السياق ديما نحمل المسؤوليه للسائق ولكن فما كيف معناها بون سيادتك سيد عميد مش من مشمولاتكم ولكن انكم كما قلت سيادتك انه تتعاملوا مع الوزارات الاخرى. اليوم نجيو نرقاو اللي مش قاعدين يمشيو. انا نتعدى يوميا 4 مرات من مكان يتعدى منه المترو. شو هي نعم المكان شو المكان لا في منوبه هي الدوره معناها يتعدى منها المترو وهي نصف دائره
معناها كذو ما يمشيش قداش المرة نرقى روحي فاس فاس أنا والمترو ما عندوش هواك البارير المترو وأنا وغيري من المواطنين يوميا معناها يومين كنت عندي المنطقة هذيك لازم نمشيو بالخطوة الخطوة نبدأ ونطلو هكا باش نجم نشوف المترو ولا ما نشوفوش هي مشكلات الباساج نيفو حتى في القطارات وهذا وقتني ولكن وقت يبدأ الضوء فونكسيونير معناها فونكسيونير وليو نمشيو عادي معناها هذا علاش ترفع تقارير في هذا الإطار بالطبيعة احنا قاعدين نراسلوا في هذا الولايات ونجتمعوا معاهم ونعطيهم في نصائح وفي اقتراحات وحتى على مستوى الوحدات الأمنية المرورية قاعدين نجتمعوا ونشوفوا النقاص والعطل اللي قاعد تعمل خاصة العطل الأمن تقع في هذه الجلسات باش نشوفوا برامج نبنيوا عليها على النقائص تقع كل عام باش نعملوا اقتراحات جديده تستجيب للواقع وتستجيب انه باش نوصلوا معناتها نقلصوا اكثر ما يمكن من الحوادث القاتله. زيد نعطيك رقم اخر 435 هو عدد الجرحى الى حد الان حسب طبيعه احصائيه المرصد الوطني للمرور تاع اليوم نعطيك يعني حتى يوم 1 فيفري عندنا 117 قتيل 435 جريح في شهر اول من شهر جانفي نحسوا كانوا الدوله تعمل معها يعني بطريقه احصائيه مره اخرى قال خليفه كلمه واسترجعها يعني مارثين حاله الطوارئ المروريه اليوم قاعدين نفقدوا اكثر من 1300 شخص سنويا على الطرقات نتاعنا هو ذاك علاش وقت اللي نقولوا راهو اكبر ارهابي في بلادنا راهو حوادث الطرقات نحن فنتي لا نبالغ هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه نحن لاحظنا انه كل ما تكون ثم فهمتني حملات يقوموا بها فهمتني المرور كل ما انه الحوادث كانت تقل وتقل بشكل كبير ياسر فالسؤال هنا علاش انه ما يقعش التكثيف من الحملات هذه وحتى اذا كان لازم تكون بشكل دائم خاطر شنو هي انت باش تقول ربما تتطلب امكانيات وتتطلب ميزانيه ضخمه شنو هي قد ما باش نحطوا عليها في فلوس راهي ما تجي حتى شيء قدام الخسائر في الارواح اللي قاعدين نخسروا فيها وحاجه اخرى نداء كذلك وزاره التربيه راهو من الضروري ان اولاد دفني باش نعطيهم مختلف في المعارف مختلف في العلوم لكن زاد من الضروري فهمتني كذلك ان نعطيهم تربيه مروريه اللي غضبني باش قبل ما نختم مع السيد العميد يذولي عندك زاد بلاغ اخر ورساله اخرى لوزاره التربيه زيد هو هو نداء استغاثه من الاولياء في معهد بني حمام لمث طول نهارين الاساتذه في هذا المعمل في هذا المعهد المعهد المعرفي عاملين اضراب تضامنا مع زميله فني ليهم عندها مشكله فني مع زوج محظيرات في مقبر عملوا اضراب فني غير فني قانوني الاولياء فني في حال على اولادهم حصل مثل البكالوريا المطلوب من وزاره التربيه فني تتدخل والناس هذوم اللي عاملين اضراب غير قانوني يتحالوا على مس التهديد وثم عندنا 350 الف مجاز فني بطال نجيبوا منهم ناس باش يخدموا سيد العميد في الخارج تعرف ايش نحاول الاكسيدون والتجاوزات بالخطايا اللي تنفذ وعليوا في الخطايا اللي تلقى مره مليون ولا بزوز لاي تجاوز وخاصه تنفذ هذه الخطايا ومش خاطر فلان ما نخطيوش شوف موضوع الحوادث موضوع الحوادث راهو يهم الناس الكل احنا كعائله مصغره هنا عندك اخواتك عندك جيرانك عندك حومتك عندك راهو موضوع والموضوع هذا راهو باش ينجح وباش نعطي اكل ويلزم مش مقتصر على مستوى وزاره الداخليه برك يلزم كل واحد من موقعه يحاول باش يعطي المثال السائق ويتقيد بابسط قواعد الجولان شكرا لك سيد العميد فيصل الخميري مدير مرسى الوطني للمرور ذكركم من افريل 40 دينار اختيه للركب الامامي واللي حذاه وما نعرفوش علاش استثناوا ديجا لواجهات وتاكسيات من القانون ومعمول بها في برشا دول مش كانت تونس برك للنقاش مالنا شكرا لك سيد العميد زيد الهني يعطيك الصحه مدام سعاد عبد الرحيم شكرا لك خفيفه بسالم شكرا لك عضو وظيفتنا السيده سلمى رومي الرقيق وزيره السياحه نفتح معها ملف السياحه في 2016 ومستقبل السياحه في بلادنا تصبحون على الف خير بعد شويه الاخبار